السلام عليكم ورحمة الله. للبدء بتركيب إضافة خاصة بالسب لايرز في داخل السي ار ام، نذهب إلى تشوز فايل ونختار إضافة من الإضافات الموجودة عندنا وتسمى سب لايرز. فبنبعث هنا فينا سب لاير، نختارها، نعمل لها انستول. بعدها نذهب إلى الإضافة هنا ونعملها اكتيفيت. طبعا هاي الميزة بتتيح لنا انه الان يكون عندي سبلايرز تاب جديدة، فالان بقدر اعمل عندي هنا نافذة الكاستمرز، بقدر اعمل سبلاير جديد، وهذا السبلاير لما نيجي نضيفه نعطيه جميع التفاصيل اللي هو فات نمبر، رقم التليفون، سيتي، ستيت، وما إلى ذلك. أيضا في عنا billing و shipping information، فهي التفاصيل البدائية اللي بنبلش فيها السبلاير. فممكن نجرب نضيف سبلاير تيست، وبعدها يصير عندنا تحكم أيضا في السبلاير، وهذا السبلاير يكون عنده قدرة أيضا على اللي هي الايتمز. نقدر نعرف item مثلا sample item، أنا الشرح هنا السعر، في كلاس، في يونت، في ايتم جروب. بقدر اعرف هذا السامبل ايتم، بقدر اضيف عليه كمان سامبل جروب لإله. اوكي، بقدر كمان لما اروح على الايتم الموجود عندي اضيفه على الجروب، هي السامبل جروب. فاحنا ممكن نقسم الايتمز موجودات عندي، وبعدين بقدر اضيف هذا الكونتاكتس الموجودين في عندي بحث هنا، في عندي كمان القدرة على عمل سبلاير جديد. فممكن ايضا نعمل الفول نيم على الكريديت نوتس، البيمز، الاستيميت، وكمان الفواتير. فممكن هنا نيجي نعرف سبلاير جديد، ممكن ننسخ الاسم، نسميه مثلا سبلاير 1، نضيف باك التفاصيل، ندخل التفاصيل، نختار العملة الديفولت للكونتري، هنا طبعا الشيبينج وبيمنت اوبشنز ندخلها، ممكن ما ندخلها، سيف اند كرييت. فبعمل للسبلاير، طبعا بيلزمني اضيف صورة هذا السبلاير موجود عندي، ممكن اختار من الصور الموجودة عندي، اختار مثلا اسمه، داخل ايميله، داخل رقم تليفونه، وكمان كلمة مرور. نختار اي كلمة مرور بدنا اياها، وطبعا ممكن نبعث له اياها، وكمان نفعل له جميع الخصائص اللي هي الانفويس، بروجكت، الايتمز، كمان ممكن نضيف اياها، والتاسكس، والكونتراكتس، والاستيميت، والكريدت، والتيكتس، والبروبوزل، كل التفاصيل نفعل اياها، وكمان نفعل خاصية الاشعارات عليها. نعمل سيف لهذا السبلاير. مجرد ما اعمل سبلاير جديد، انا عملت بروفايل، اعطيته تحكم على الكاستمر اد، بقدر اضيف ادمن يكون مسؤول عنه خلال هاي النافذة. طبعا في عندي برودكت سيرفيسز بقدمها هذا السبلاير، ممكن نحدد ايش البرودكت والسيرفيسز اللي هو بقدمها، الخدمات يعني بقدمها. في عندي هنا كونتاكت، في عندي النوتس وما إلى ذلك. طبعا نقدر أيضا ندخل على هذا السبلاير من خلال اللوحة الموجودة عندنا هنا، بدخل سبلاير 1،
طبعا بقول جود ايفنينج، بقدر اشوف البرودكتس، ايضا بقدر اشوف هنا البروفايل. طبعا البرودكت والسيرفيسز كونتراكت. طبعا في البرودكت والسيرفيس بقدر اعمل نيو ايتم، اضيف برودكت جديد. طبعا في برودكت جديد نيو ايتم نضيف سامبل ايتم 2، نضيف هنا شرح، نضيف هنا ريت مثلا 99، نضيف هنا اليونت، نضيف هنا الجروب، نعمل سيف. فهو بيقدر يضيف كمان منتجات خاصة فيه اللي هي برودكت سيرفيس هو بقدمها. طبعا هاي البرودكت سيرفيس ممكن نتحكم فيها لاحقا، وبالنهاية بستضيف هاي البرودكت والسيرفيسز. نلاحظ اليوزرين العاديين بيقدروا يشوفوا البرودكت سيرفيس الموجودة. في هنا استيميتس، في هنا بروبوزلز، في هنا برودكت اند سيرفيسز، في هنا كونتراكتس، كيف هنا نوليدج بيس برودكت، كمان في هنا كومباني ديتيلز اناونسمنت، في بروفايل. فالحلو في الموضوع انه الزبون بيقدر يضيف برودكتس هنا، كمان بيقدر يعمل ايديت تعدل على البرودكت بهذا الشكل. طبعا احنا كإدارة داشبورد بقدر اشوف انه في عندي هنا على سبيل المثال unpaid invoices، في عندي هنا sublayers، في عندي هنا items اللي ضافوها sublayers. كيف بنلاحظ هاي الايتم موجود. في عندنا bulk actions بقدر احذف او اعدل على الايتمز الموجودة هنا. نفس الشيء في عندي هنا invoice products للناس العاديين يطلبوها. في عندي اللي هو supplier items، في هنا two items، هنا items the supplier items the products في الويب سايت. طبعا في هنا كمان تحكم ضمن الشات، في هنا الشات مباشر يعني داخل السيستم هنا، يقدر يجي يحكي مع الشات. وهنا طبعا الشات بيقدر يوصل رسالة، هاي السبلاير بيحكي معه زي ما احنا شايفين. هنا بقدر احكي مع هذا الشخص او مع هذا اليوزر من خلال هاي الشاشة الموجودة هنا. فهاي هي أصدقائي بشكل عام السبلاير مانجمنت على الليفل 1. تحياتي لكم.